الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. ركن تيموي نخنن جمنام ركن إيمان كيين جي تجمبو الله سبحانه وتعالى ربط ركات. كيف نؤمن بالله؟ يمي تجين جي تجمبو الله؟ بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. جي كيين تروتي ضلت الله تعالى كيين جي تجمبو الله تعالى نو توحيد تنبي. وأن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. هاي ين ترو تجتها الله سبحانه وتعالى مين. الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. هاي بحثان لا جن أول بحثان الله سبحانه وتعالى مين نو كي من شرنا. يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة. هاي ين أك برمول نو بحثان تن أهنو مطربون. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. تيموي كي أكل كمنت بعجين كمنت بعجين بقعد بكمنت دلترم تراو كي يين من أجبات دي سايتها كمين الله تعالى نوتي كي بقعد كي يين جيتها الله سبحانه وتعالى تيموي كد دل كروب كرون ريكو دل ريب جام نو لكي تنغني. الثاني الحس يستحيل أن يأتي إنسان وينكر وجود الله سبحانه وتعالى لأنه يعرف أنه إذا دعا كان في كرب وشدة يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء فهذا دليل محسوس ملموس. تبي أرام رباجين جن أرام رباجين من آج بعد ديساي تكمين ما جاهتي كي برقات جيين نن تطول سكول ما جاه رباجين لاي أرام رباجين تطول. الثالث الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. تيبون كي أجمعها دليل فطرة رول كمين دلتم كانوا كنول فطرة ربه فيها. الرابع الشرع يعني الأدلة من الكتاب والسنة. هاي بحثان أريكا جي أمنام نان تيبون كي داوت تلو دليل أمبي قرآن نن سنة ربه نبي محمد صلى الله عليه وسلم.